جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شاب مرت عليه فترة لم يكن فيها محافظا على الصلاة ولا على الصيام، والآن تاب إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل عما مضى من حياته في تلك الفترة، هل يقضي ما فاته من صوم وصلاة أم أن توبته تجب ما قبلها؟ جزاكم الله خيرا. توبته تجب ما قبلها إن شاء الله، عليه بالمحافظة على الصلاة وعلى أمور دينه في مستقبل حياته، والله يتوب على من تاب وليس عليه قضاء. نعم.